والذين يقولون إن المصر على الكبيرة لا يتوب منها فإنه يكون كافرا، هؤلاء ليسوا من أهل السنة، فهذا يفضي إلى سبيل الخروج، إلى سبيل تكفير المسلمين بلا موجب، وأهل السنة لا يعتقدون هذا المعتقد الفاسد. كثير من الناس يقول لو قلت للرجل الربا حرام فلا تأكله، فيقول أعلم أنه حرام وأنا آكله، قوله هذا لا يكفره، يقول هو مصر مع علمه، لو لم يكن عالما بالتحريم ما كان آثما أصلا وما كان مرتكبا لكبيرة. فتأمل كيف ضل هذا في هذا الباب، يقول إذا قلنا له لا تفعل هذا الشيء لأنه حرام فيقول أعلم أنه حرام وأنا أفعله، كل مرتكب لذنب كذلك يعلم أنه حرام ويفعله، لأنه إذا لم يكن عالما بحرمته هل يكون مؤاخذا عليه؟ هل يكون ذنبا في حقه؟ كل من فعل حراما فهو يعلم أنه حرام، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام فإنه لا يعلم ما حرم الله مما أحل. فكلام مثل هؤلاء كلام متناقض وليس هو من كلام أهل السنة.